السلام عليكم. هنتكلم النهاردة عن الفلاش ديستليشن. ايه هو الفلاش فابورايزيشن ده؟ هو عبارة عن equilibrium distillation في سنجل ستيج اوبريشن. الليكويد ميكشر اللي هيدخل عندي هيبقى بارشل فابورايزد، فالليكويد والفيبر هيبقوا at equilibrium مع بعض. هو الفلاش ده بيبقى easy process بس مش efficient، لأن ما فيهوش ولا باكينج ولا trays موجودين. generally هو بيستخدم في easy separation، اللي هي حاجة تكون فيها very high relative volatility أو as a primary separation. يعني هنكمل بعديه separation تاني. عشان نوصل بقى للفلاش conditions دي بطريقتين، لإما إن احنا هنعمل change في temperature، فاحنا هنرفع التمبرتشر لحد ما نوصل جوه الميكسد زون عشان يبقى عندنا الفيبر ليكويد ميكشر، او ان احنا هنقلل البريشر زي ما احنا شايفين. بس احنا عارفين كل ما بنقلل البريشر الجاب دي نفسها بتكبر، فهنا لما بنزود التمبرتشر بيبقى بنزوده عن طريق الهيتر الموجود هنا، وهنا لما نقلل البريشر بيبقى عندنا الفابر. الفلاش بقى ده بيأكيور at temperature ما بين البابل بوينت والديو بوينت، فاحنا بنحتاج نحسب ايه هي البابل بوينت وايه نحسب والديو بوينت بتاعت الميكشر ده عشان نعرف الفلاش كونديشنز بتاعتنا. ايه هو البابل بوينت؟ ده اللي هو البوينت اللي عندها اول دروب من الليكويد هيحصل لها ايفابوريشن. فلو بصينا على الجراف دي كده، اول بابل اول بوينت هيحصل لها ايفابوريشن وهي البابل تمبرتشر، والكومبوزيشن بتاع الليكويد هلاقيه هو نفس الكومبوزيشن بتاع الفيت والكومبوزيشن بتاع البيبر اللي هو اتوكوليبريم ليكويد. زي ما احنا شايفين هنا الاكس هو الاكس فيت، والواي اللي هو بيساوي كي في الاكس فيت، والكي ده اللي هو البيبر بريشر على التوتال بريشر. بنحسبه ازاي؟ اول حاجه بنقسيوم تي بابل، وبعد كده نحسب الواي ونجيب التوتال واي اللي هو السمشن بتاع كل الكومبوننتس. لو هو بيساوي واحد يبقى احنا وصلنا كده للبابل تمبرتشر، لو مش لو ما وصلش فهنعمل اسيوم لبابل بوينت جديده، وبعد كده انتربوليت ات سمشن اوف واي ايكوال 1 عشان نجيب ايه هو البابل تمبرتشر. زي ما احنا شايفين قدامنا كده ممكن يبقى عن طريق جراف، فاحنا دخلنا هنا من الواي ايكوال 1 وننزل نشوف ايه هي البابل تمبرتشر، او ان احنا بنشتغل الجبريكلي بالاكويجن اللي قدامنا دي. تاني حاجة بقى هي ديو بوينت. ديو بوينت اللي هي اخر اللي هي اول نقطة بتتكثف من الفيبر وبيبقى ات اكوليبريم مع الليكويد، فادي الواي في اول نقطة على الفيبر كيرف، دي هي الديو تمبرتشر. والكومبوزيشن بتاعه هو نفس الكومبوزيشن بتاع الفيد، والاكس هو اللي ات اكوليبريم مع الواي، فادي الواي بتساوي الاكس فيد كله او الواي فيد، والاكس بتساوي الواي على الكي، والكي زيها برضه اللي هي الفيبر بريشر على التوتال بريشر. فاحنا هنحسب الكلام ازاي؟ ان احنا هنقسيوم ديو بوينت او ديو تمبريتشر، وبعد كده نحسب الاكسات، نجيب السمشن بتاعهم. لو طلع بواحد يبقى الفرض بتاعنا مظبوط، لو ما طلعش بواحد هنأسيوم تاني ونعمل interpolation زي ما عملنا في البابل بوينت. نفس الكلام هنا بالظبط. الكالكوليشن بقى بتاعت الفلاش، أول حاجة إن احنا هنعمل overall material balance اللي هو ال F بيساوي ال L plus V، بعد كده component material balance، وعندنا الـ equilibrium relation y بيساوي الـ k في x. بعد ما نمشي الخطوات بتاعة الإثبات هيطلع عندنا في الآخر إن الـ x بتساوي function في الـ x field، ودي ممكن تتحل بالـ trial and error. إحنا بس ممكن نحطها function في L على V عشان تبقى أسهل بس في الحل. فدول كده التو equations اللي عندنا اللي هو الاكس والواي الاتنين فانكشن في الاكس فيد. المفروض لما نيجي نشتغل الترايل اند ايرور عشان نحسب ال L على V
ونتأكد إذا كان الحل بتاعنا مظبوط. إن summation of x و summation of y الاتنين لازم يبقوا equal. لما نحسب ال L على V كده ممكن نحسب بقية الحاجات اللي هو ال feed وال L وال V. ناخد بالنا بس إن احنا في كل الخطوات اللي فاتت دي كنا بنشتغل ideal، عشان كده كنا بنقول إن ال K بتساوي ال vapor pressure على total pressure. لكن لو ال K دي مش ideal فهنلاقي نفسنا استخدمنا ال relation اللي قدامنا دي. خطوات حل الفلاش بقى في الامتحان هتبقى زي ما شايفين قدامنا كده. احنا هن assume L على V، ممكن نقول 1 مثلا، وهنجيب summation X و summation Y. لو الاتنين طلعوا بواحد يبقى الفرض بتاعنا مظبوط، لو ما طلعوش بواحد يبقى هن assume another L على V. هنعمل ال last step دي twice وبعد كده نعمل interpolation شبه ال interpolation اللي عملناه في ال bubble point و ال dew point. في الحقيقة بقى لو احنا شغالين على مشروع أو حاجة، فاحنا هنلاقي نفسنا بنستخدم سوفت وير زي الإكسل مثلا عشان نعمل الإتريشن. ولو هو نون ايدل سيستم ممكن نلاقي نفسنا بنستخدم سيميليشن سوفت وير زي الأسبوع. زي ما احنا شايفين في الشارت اللي قدامنا دي كده، على الاكس اكسس ده البي، وعلى الواي اكسس اللي هو الكي. وكل شارت من الموجود قدامنا ده عن تمبريتشر مختلفة، فاحنا لو عندنا جيفن البريشر والتمبريتشر هنقرا البريشر ونطلع نخبط في الكيرف بتاع التمبريتشر الجيفن، وبعد كده نقطع الواي اكسس عشان نقرا الكي. نشوف example بقى، بيقول ان احنا عايزين نحسب ال bubble point وال dew point temperatures and the corresponding vapor and liquid composition. فعايز يحسب ال x وال y of a mixture 33 mole normal hexane و 37 mole percent normal heptane و 30 mole percent normal octane، وال pressure بتاعنا 1.2 atmosphere total pressure. ومديني التشارت ده اللي هو temperature عشان نشوف قدامه ال vapor pressure ايه، وفي كيرف في كل واحد من المواد اللي فاتت. فهنقلل التمبريتشر شوية، هنفرض إن التمبريتشر ب 96 سليزيوس، ونجيب الـ vapor pressure chart زي المرة اللي فاتت، وبعد كده نحسب الـ K اللي هتساوي الـ PI على الـ total pressure، وعندنا الـ X-hat given، نحسب الـ YI اللي هي بتساوي الـ XI في الـ KI، نجيب الـ total هيطلع الرقم اللي قدامنا ده اللي هو 0.9833، ده تقريبا قريب من الواحد. فهنجرب temperature أعلى سنة صغيرة اللي هي 97 سيليزيوس، هتطلع مظبوط إن شاء الله.
نشوف شوية بقى المرة دي، نجرب 110 ونحسب برضو الـ Vapor Pressures والـ KI والـ YI هي الـ Given المرة دي زي في كل الـ Dew Point بقى، ممكن نحسب الـ XI تطلع بالـ Values اللي قدامنا دي، نجرب الـ Summation هيطلع 1.0162 ده قريب من واحد، لما نيجي نعمل extrapolation صغير كده هتطلع dew point 110.5 سيليز. احنا بقى عندنا لو المكتشر ده subjected ل flash distillation at total pressure 1.2 atmosphere و60% من الفيت ده evaporize ده اللي هو ال V، we'll find the temperature of the flash and the composition of the liquid and vapor product. فاحنا كان عندنا هن assume ان التمبرتشر حاجة في النص ما بين ال 97 وال 110 ونص اللي حسبناهم، ونيجي نحسب ال K1 و K2 و K3 لكل component. دي كده ال pressures اللي احنا طلعناها من ال chart على total pressure اللي هو 1.2. عندنا ال value بتاعت ال V اللي هي 0.6 وال L على V اللي هو 0.4 على 0.6، نعوض في ال equation دي بدي، هيطلع ان ال composition بتاع ال liquid اللي هو ال XI ب 0.19 لل normal hexane و 0.368 لل normal heptane و 0.442 للنورمال اكتين، فالسميشن بتاع الاكس اللي هو تقريبا بون، فكده الفلاش تمبرتشر اللي هي 105 مظبوطة. نحسب الواي اي هتطلع 0.424 و 0.372 و 0.204 والسميشن بتاعهم بواحد، يبقى كده احنا محللنا مظبوط.